هذا موضع آخر مواضع التدليس. ماي 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 القرآن قديم بقدم الله. القرآن قديم بقدم الله سبحانه وتعالى. هذه ينقلها هذا الممثل ينقل عن الإمام الشافعي. ما موقف الإمام شيخ الإسلام محمد شمس الدين؟ شو ولا شلون بدي يزمجر ويغضب مو لله لأنه يخالف مذهب ابن تيمية، ومو راح يقول لك إنه هذا ما ثبت، وإنه قصده إنه هذا ما ثبت عن الشافعي. يعني لو ثبت إنه نأخذ به مثل ما قال هناك، إنه لو ثبت استوى بمعنى جلس نأخذ به ما في مشكلة. طيب قول لشوفه لو ثبت عن الشافعي إنه ونحن نجيب لك يا عن حمّن هو أعظم من الإمام الشافعي عندك المفروض عن إسحاق بن راهويه وغيره. لكن اسمع، خلينا نسمع الكلام. أتحدى الذين عملوا هذا المسلسل والذين راجعوه من الأزهر، المدلسين الذين راجعوه من الأزهر. أنت وصلك خبر أنه الأزهر راجع المسلسل؟ خلاص عرفت شلون صار؟ لا وهلا بعد شوي بصير هذا مسلسل اشعري عرفت شلون؟ اسمعوا اسمعوا، ساعة بيقول لك القرآن يقول الأشعرة القرآن مخلوق، وساعة بيقول لك لا القرآن قديم. هلا بيرجع معه بيقول لك هذا يقول الى مذهب الأشعرة، كما هلا هلا هذه بهذه الوثيقة، الوثيقة الثانية يعترف الوهابي انه لما قال الحنابلة ان القرآن القرآن قديم تأثروا بالأشعرة. مع انه هادوا الوهابي يقول لك يا اخي الوهابي كفروا الحنابلة كفروا الأشاعرة وكذا، وهون بيقول لك لا تاثروا بها واخذوا بعقيدتهم سواء بنفي الجسميه او نفي المكان او نفي الجهه او الى اخره، حتى في هذه قضيه القران. انظر الاساءه ان كان لان ليس بمثل هذه المسلسلات حتى يراجع هؤلاء المدلسون ولا يعرفون كيف يصلي الشافعي، ولكن هذا لا يعرفون كيف يصلي الشافعي. طبعا عملنا لكم فيديو طويل عرفته، وبينا انه المفروض كان يمدح ابن شمس، المفروض كان يمدح مخرج الفيلم، لانه هو لما لم يجهر بالبسملة وافق السنة اللي هو نفسه سئل هذا ابن شمس، انه لما سئل عن الجهر بالبسملة قال لا تجوز عند اكثر اهل العلم وهذا هو الصحيح، ومن احتج من ذهب الى ذلك احتج بحديث شاذ او ما الى ذلك. إذا لازم تشكروا مثل ما شكر الألباني، شكر الكرجية حينما لم يقنط بصلاة الفجر، قال مع أن الكرجي شافعي لم يقنط في صلاة الفجر لأن الكرجي قال لم يصح في ذلك حديث. طيب وهنا نفس الأمر، المفروض كنت تشكر المخرج تقول له إيه ما ثبت الجهر فعلا، لأنه هذا المخرج هون يبين أن الإمام الشافعي يصلي بدون جهر بالبسملة، المفروض تشكره أنت يا ابن شمس عرفت شلون؟ جبنا لكم الفضيحة الثانية لما قال له أنه لو رجعت إلى كتاب أي مختصر مختصرات الشافعية مثل كتاب السفينة اللي هو سفينة النجاة للحضرمي لتجد فيه هذه المسألة. ولما رجعنا إلى فعلا إلى هذا الحديث إلى هذا الكتاب ما وجدنا فيه ينص على هذه المسألة، ينص أنه نعم البسملة هي من الفاتحة وتقرأ وكذا، لكن ما نص أنه تجهر ولا تسر، ما نص فيها، فطلعت فضيحة له هذا، أنه كأنه عمال يفهم الناس اللي عم تسمعوا يا أخي هذا ما مخلي المذاهب، هذا ولا ابن دقيق العيد ولا جاب الخبر فيري المذاهب الأربعة كلها كتبة وكذا، المختصرات والمطولات والمنظومات والشروح والتعليقات والتقريرات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يعرفون كيف يصلي الشافعي، ولكن هذا موضع خبيث أدرجوه في كلام الشافعي. ليش خبيث؟ لأنه هذا يخالف مذهب ابن تيمية. هلأ في مفاجأة عن ابن تيمية نفسه، لحظة شوي يحظى. الشافعي لم يقل ولا تحدى. طبعا أنا مضطر كل شوي وقف الفيديو لأنه عم بيصير تدخل بالأصوات، لازم أوقفه وأرجع بعيده، يعني التوقيف مؤقت. أبي لك أنا أتحدى. شوف هاد اللي كان عم يحتج، اللي احتج بعقيدة الشافعي في كتبه هذا كتابه الدرر النضيد في عقائد السلف وكذا، اللي جاب لك عقيدة الشافعي حق نص فرنك، سند حق نص فرنك إلا فيها هذا شو اسمه هذا الهكاري والعشاري هذا والعشاري هذا، اللي رأينا أنه هذا هي أصلا عقيدة موضوعة يحتج بها. هلا هون بدي اقول لك اسمعوا كيف بدي ياتي بكلام نقلبه عليه. لاحظ اخرجوا لي
من كتاب من كتب الشافعي أو كتاب مسند إلى الشافعي، يقول فيه القرآن قديم بقدم الله تعالى. وأيضا نحن نفس الكلام نقول لك، نتحداك أن تأتي بهذا الاعتقاد، اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي الذي أنت ذكرته في كتابك الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة، لاحظ جمع بن شمس الدين، لاحظ، نتحداك أنه تأتينا به من كتب الشافعي أو من كتاب مسند عن الإمام الشافعي، سوى هذا الكتاب اللي أصلا هو اللي ما لك ما وجدوا إلا في آل إيش، آل مخطوطة اسمه المشيخ البغدادي لأبي طاهر السلفي، واحنا بينا لكم انه هذا اللي فيها انه هون يذكر فيه انه وان لله يدين وان له يمين وان له وجه وانه يضحك وانه كذا، لاحظتم؟ وبينا انه هذا اصلا الشيء المروي من طريق الحكاري والعشاري، هذا هو كلاهما اسنادهما واهن، وهذا الذهبي في ميزان الاعتدال كما في الموضع في المره الماضيه يذكر في كتاب هذا ميزان الاعتدال الذهبي، لاحظوا، يذكر بانه هذا محمد بن علي بن فتح هذا أدخل عليه أشياء فعدس بها بسلامة باطن، منها بسلامة باطن، منها حديث موضوع في فضل الله العاشوراء، ومنها عقيدة الشافعي. من هذا؟ محمد بن علي بن فتح أبو طالب العشاري، هو نفسه هذا اللي مسند هذه العقيدة من طريقه، لأنه لما ترجعوا أنتم وما بيقول أنا أخذت هذا من كتاب أبي طاهر السلفي، هذا هو الكتاب المشيخ البغدادي لأبي طاهر مخطوط، والبيظن بيفكر أنه رجع اللي يعني اللي بيقرأ كلام ابن شمس هذا في كتابه الدرر المنضدة بيقول لك مخطوط، بيقول لك معناته هذا رجع المخطوط، هو موجود على المكتب الشاملي لاحظ، لكن إني كاتبين أنه هذا مخطوط، لاحظتم هون أنا قبل شوي بحث فيها هاي المكتب الشاملي، لاحظ هون، شوف هون بيقول لك، شوف مشيخ البغدادية موجود هون، هذا بيذكره بسنده، لاحظ هون بيقول لك عن الشافعي، هون بيذكر له سند، لاحظ بيقول لك أخبرنا فلان، لاحظ إلى أن يقول أخبرنا أو أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن فتح العشاري، وبيذكر بقى بالصفحة الثانية هذا الاعتقاد، لاحظ أنه له أن له يدين وكذا وإلى آخره، وأنه يضحك هذا في كتاب، وهنا هم أنفسهم يقولون أنه هذا مخطوط، لاحظتم؟ احنا ما راح نضيع المجلس على هذا، لكن فقط لحتى نبين هذا، لا بيقول لك لانه هذا في طول الفيديو بيقول لك يا اخي هذه مصادر منين عم تجيبوها في مسلسلكم عن الشافعي يا اخي، غير مصادر غير موثوقه، وين كتب الشافعي، وين تلامس الشافعي وكذا، وين انت منين جبتها؟ راح جاب لك اياها من هون من هذا ومن هذا، هو نفس السنة طبعا، هذا نفسه هذا، لانه هذا جزء منه، هذا كتاب الثلاثون من المشيخه البغداديه، لاحظتم؟ هو نفسه هذا في السند اللي فيه هذا أبو محمد بن علي بن فتح العشاري اللي ذكر في هذه العقيدة أنه له يدان، هو طبعا ما له، ليس لهم فيه حجة لأنه ما فيه قضية إثبات الجوارح ولا الجهة ولا كذا، بالعكس هو بيقول لك أنه هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفها بها رسوله لا يدرك حقيقته، يدرك حق ذلك بالفكر، لاحظ، بينما الوهابي يقول لك لا هذه حقيقة وعلى معناها الظاهر المعروف بلغة العرب وكذا وبالعقل كمان تدرك، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه، لاحظتم؟ فأنت جاي عمال بتتعلم الناس التوثيق، وأنت نفسك جاي عمال تحتج بعقيدة الشافعي نص فرنك هاي لاي ثابتي وموضوع عليه، لاحظتم؟ وهنا في طبعا احنا جبنا المرة الماضية جبنا لكم هون هذا في كتاب إثبات صفة العلو، هذا المحقق هذا اللي اسمه بدر البدر بيجيب لك أنه هذه مروية، هذه وصية الشافعي، لاحظ، ومن طريق الهكاري، وبيقول لك أنه هذا الهكاري أصلا لاحظ إسنادهما واهن، وأنه حدث بالغرائب والمناكير، وأنه في حديث متون موضوعة مركبة على أسانيد صحيحة، لاحظتم؟ وهذه وصية الشافعي، وهذه يرويها أيضا البلدي ما إلى ذلك، لاحظتم؟ هلا مو شغلتنا هنا، شغلتنا العلو في قضية قدم القرآن قديم؟ الشافعي قال القرآن قديم؟ يتونا بها، وأنت أتينا به بهذه الاعتقاد اللي جبته عن الهكاري والعشاري جبنا يلا من كتب الشافعي بسند صحيح مو بسند مركب، لاحظتم؟ شوف هلا على الوقعة اللي بده يوقع، اسمعوا إنما عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، أما غير مخلوق، إيه يعني غير مخلوق يعني مو نفسه قديم
هلا بيطلع بيقول لك لا ممكن يكون غير مخلوق لكن حادث. هو طبعا لا يجرؤ ان يصرح بان القران حادث، لكن لما نجيب له الفضيحه ابن عثيمين يصرح بان القران حادث طبعا، خلافا لائمه اهل السنه اللي بيقول عنهم اللي صرحوا بان القران قديم سلفا وخلفا. لاحظتم؟ بيقول لك لا، بيقول له الفيديو هذا بيتابع مره، بيقول لك لا غير مخلوق لا يعني انه قديم. يعني ممكن الان لو انت عم تناقش واحد نصراني تقول له انه عيسى يا اخي كيف عم بتقوله انه اله؟ ما هو هذا ولدته مريم، كيف تقول هو يعني كان بعد ان لم يكن، يعني حادث. ايه بيقول لك طيب هو حادث لكن ليس مخلوقا، الله لم يخلقه. لانه هو بيعتبره النصارى بيقولوا المسيح هو نفسه خالق. ايش بدك ترد عليه؟ ايش بدك ترد عليه اذا قال لك، اذا عم تناقش واحد ملحد اذا قلت له انت كيف عم تنكر وجود الله؟ من خلقك؟ يقول لك انا ما خلقني، مش ما انا لست مخلوقا. بس بتقول له طيب بس انت ولدتك امك بعد ان لم تولد. هل اتى على الانسان حين من الدنيا لم يكن شيئا مذكورا؟ ايه بيقول لك طيب انا ولدتني، انا احدثت في هذه الدنيا لكن لم اخلق. على مذهب الوهابي، لذلك انا قلت مستحيل انه واحد من الوهابي او التيمي يثبت وجود الله مع واحد ملحد، طالما يقولون بحوادث الأولى، طالما بإيش بالقدم النوعي، وطالما أنه إيش ممكن يكون الشيء غير مخلوق لكن حادث، مثل هذا القرآن، القرآن غير مخلوق لكن حادث. عرفتم؟ مثل واحد مثل عيسى لكن النصراني، هو حادث نعم ولدته أمه لكن غير مخلوق، مثل القرآن، القرآن هو حادث لكن غير مخلوق. اسمعوا يعني تعرفوا أن هدول المذاهب هاي إيش تنتهي إلى الإلحاد. القديم بقدر الله تعالى، فهذه ليست من عبارات أهل السنة. وإذا جبت لك إياها من عبارات أهل السنة ومن الكتب اللي أنت بتقول هي أهل السنة، اللي أهل السنة واللي أنت وصيتنا فيها، مثل هذا كتاب اللالكائي، لاحظ اللي بيعمل لك هذا كتاب اللالكائي اللي هذا له مجلس عنه هذا، وبيقول لك كتب أهل السنة كتب العقيدة. بالمناسبة في هذا المجلس هذا اللي بينصح فيه لاعتقاد اللالكائي بيقول لك لا تأخذ العقيدة إلا بالمسند عن الصحابة. وطبعا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق هذا ما قاله الصحابة باعتراف الألباني، هذا جاء فيما بعد. والمفروض على قواعدك أنت لما بتقول أنه لا يصلح آخر، وهذا ينقل عن مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلى ما صلح بها أولها، وأنه ما لم يعرف أهل بدر فليس من الدين، وأنه ابن تيمية يقول لا أقول إلا بما قال السابق الأولون. لا السابق الأولون، ما حد قال من الصحابة بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذا شيء جاء فيما بعد. على كل إذا عم ترجعنا لأهل السنة، هاي أهل السنة، شوف هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة، بيقول لك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة. وطبعا بيحتار هذا الوهابي هذا تحت الغامدة، ايش بدي اقول؟ ساعة بيقول لك انه هذا مذهب ابن كلاب، وساعة بيقول لك هذا كلام قول باطل، وساعة بيقول لك انه لا هوني اراد المؤلف جنس الكلام قديم. لاحظتم؟ انه جنسه قديم. لاحظ ليش؟ لانه ابن تيمية هون شيخ الاسلام وحده ولا شريك له، بيقول لك ما احد قال من السلف يا اخي انه القرآن قديم. لاحظ ما قال احد القرآن قديم، لكن قالوا حادث، مو هيك؟ لاحظتم؟ انه كلام الله قديم نوعا، حادث افرادا، من الافراد، من افراد الكلام القرآن عندهم يا عند الوهابية حادث هذا، لانه من افراد كلام الله. الانجيل حادث لانه من افراد كلام الله، التوراة حادث من انجيل اللي هذا كفر السلف من يقول بان القرآن حادث او مخلوق على حد سواء. لاحظتم؟ هل هذا واحد منهم، هذا واحد. وهذا طبعا هون لما ايش ابن تيمية، لما ابن عثيمين هذا واحد من اهل السنة، شوف هذا السفاريني بيقول لك وكل قرآن قديم، برد عليه العثيمين بيقول لك والصحيح ان القرآن حادث يتكلم به حين انزاله فيتلقاه جبريل به النبي، ويحتج على ذلك بآية اولها السلف اصلا، واحتج بها المعتزلة على خلق القرآن وعلى حدوثه. بالمناسبة المعتزلة تقول حادث أيضا، لكن الفرق بين المعتزلة والوهابي يقول لك المعتزلة يقول حادث، الوهابي يقول حادث، المعتزلة يقول حادث أو مخلوق لا فرق، الوهابي بيقولوا لا هو حادث ليس مخلوق. طيب يقول لك شوف، وهذه الآية أولها أهل السنة، أولها أحمد وأولها الأشعري وأولها وكذا وإلى آخره،
انه ما ياتي من ذكر مربي من ذكر مربي ومحدث، يقول لك اما هذا المراد بها السنه او هذا التاويل احمد، او المراد بها انزاله محدث وليس هو من عند الرحمن محدث، وهذا نص، بل هو قديم بنص اسحاق بن راهوي. الا الان ساديك بنصي بيقول لك شوف، وقد بيقول لك ابن عثيمين قد اول من يقول ان القران قديم محدث بانه محدث انزاله، بيقول لك هذا تحريف. هلا بجيب لك اياه من هذا، بجيب لك هذا التحريف عن اسحاق بن راهوي حتى تكون فضيحتكم بالجلاجل. لاحظتم؟ بيقول لك قديم وليس مخلوقا. ايه انت ما بتقول اهل السنه يقول ليس مخلوقا؟ طيب ليس مخلوقا لانه قديم. لا، وعنده انه هو هو حادث وليس مخلوق وليس قديما عند الشموسي. اسمعوا، هل بدي انتهى انه هذا يخالف مذهب اهل السنه؟ مين اهل السنه؟ اللي هو ابن تيميه. ليش؟ لانه ابن تيميه يقول لا، القرآن حادث ويتكلم به، لأن الله يتكلم إذا شاء، وشاء الله أن يتكلم بالقرآن إذا تكلم به بعد أن لم يكن متكلما. يعني كل هذه الهوبرة اللي عم يعملها هذا الشاموسي مولى أنه المسلسل يصادم الحقائق التاريخية أو ليس له مصادر، لأن نالكم هذول بيحتجوا عن إبليس، عن الكذابين والوضاعين بيحتجوا هذول الوهابي بيقعدوا بكلامهم. هذا لما قال ابن عباس استقر وهذا بسلسله الكذب هذه، ولما قال ائمته من في السماء قالوا والله، قال ابن عباس ما الاسناد هذه اصلا، هذيك استوى استقر قال ابن عباس، هذه مرويه ولكن بسند في سلسله الكذابين، هذه ائمته من في السماء قال ابن عباس هو 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 الله، هذه ما مش موجوده ليس لها سند اصلا، هذيك لها سند لكن كذب فيه في كذابون، والكذب ممكن يصدق لكن هذا ما فيها سند اصلا ياخذ بها. فانت بتتكلموا على الحقائق التاريخيه وغير التاريخيه. ماذا يريدون من هذا؟ اسمعوا الفيلسوف ايش بده يقول. لا، يريدون ان الله سبحانه وتعالى ليس يتكلموا اذا شاء. عرفت بقى محل القصيد؟ لانه هذا يخالف مذهب ابن تيميه، الله يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء. وإن يختلفوا بعدين الوهابي أنه هذا واحد منهم صالح الشيخ، ويقول لك لا، السكوت لا ينسب إلى الله، بمعنى السكوت عن الكلام، السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم. إيه هذا عملنا لكم عليه مجلس، يعني اختلفوا. وبعدين بينا لكم أنه أصلا تحرير ابن تيمية لصفة الكلام يبين أنه لا يعطل الله عن الكلام أصلا، ويعطي الله عن الكلام، لأنه هو يقول هو لم يزل خالقا، ولم يزل خالقا بكلمة كون، يعني لم يزل يقول كون 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 كون، لك الكاف بيقول أول بعدين النون أول، حرف متعاقبة. إيه طيب، إمتى لك أتكلم بالقرآن؟ إمتى تتكلم بالإنجيل؟ إمتى تتكلم إمتى يقول المصلي إذا 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 حمدني عبدي إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال مالك يوم القيامة مجدني عبدي، إمتى بيقول هذا الكلام؟ مع أنه في ملايين البشر تصلي وتقرأ الفاتحة، وهذا بيقول له حمدني عبدي، وهذا بيقول له مجدني عبدي، في نفس اللحظة بحروف متعاقبة فيتكلم أنا اليوم مقال طويل، أنا ممكن أحط لكم نذراته. ملايين الله يتكلم بمليارات العبارات المختلفة في نفس اللحظة بأحرف متعاقبة هيك عندنا، ويسكت. امتى يسكت؟ شوف يعني كلام سخيف، مثل قضية انه ينزل ولا يخلو من العرش، وشغل بقى لله المراد فيما أراد. وإنما هذا قديم بكلامه، وهذا الذي يقولون عنه أهل الكلام الذين أتونا من صالح قديم، كان قديم كتابها أو لا. يعني قديم بدعة لكن غير مخلوق، هذه مو بدعة. عرفتوا انه اذا قلت القرآن قديم بدعة، لكن اذا قلت القرآن غير مخلوق هذا لا سنة. مع انه لا قلت القرآن قديم سنة، ولا كلها بدعة. يعني اذا قلت قرآن، يعني البدعة بمعنى الواسع، انه ما قال لا جاءت في الكتاب ولا في السنة ولا قالها الصحابة، طيب هذا ينطبق على أنه لو قلت القرآن قديم
ما جاء لا في الكتاب والسنة ولا قاله الصحابة. القرآن حادث، ما جاء في القرآن ولا في السنة ولا أقوال الصحابة. القرآن مخلوق، ما قاله ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة. القرآن غير مخلوق، ليس في الكتاب ولا في السنة ولا قاله الصحابة. هذا باعتراف الألباني. كل هذه مثل هذا هذا البراك لما قال تعب تقوله يد له يد ليست بجارحة، هذا بالذام. إيش قال السنة؟ قال السنة أن تقول، يعني معنى كلامه أنه صحيح أن تقول أن لله يد على الحقيقة، ها هذا السنة. هيك هيك ورد إيش في الكتاب؟ أن لله يد على الحقيقة. كل ما يقول لك كل هذه سواء قلت حقيقة ولا مجاز ولا له جارحة ولا ليس جارحة، كل هذا جاء فيما بعد، جاء فيما بعد يا إخواني. حتى أنا أقول شعر هذا الكلام اللي إخواننا كل لا لا لا، يعني لما تتكلموا بهذه المسائل اعرفوا انه هذه مسائل تكلم فيها فيما بعد. طبعا معظمكم يعرف هذا الكلام، ليست لا في الكتاب ولا في السنة ولا قال الصحابة. بدك انت تختار واحد منها ماشي لا بأس، مخلوق غير مخلوق، حادث غير حادث، جارحة غير جارحة، لا بأس، بمعنى انت حر يعني، مش انا بدي حاسبك يعني. لكن مش تنسبوا للصحابة، لأنه هذول إيش بيقول لك؟ الصحابة قالوا لله يد. الصحابة قالوا بأن القرآن غير مخلوق، يعني بعضهم هكذا يركب رأسه وكذا. لاحظتوا؟ المتكلمون الأشاعرة. ها؟ يعني إلا شوي بدي أسوي هذا مسلسل شافعي، هذا عملوا الأشاعرة مؤامرة على العقيدة السلفية.